تفاح ولحم ومقانق بحث عنها الفنان الألماني مايكل شميد في عديد الدول الأوروبية، لا للتمتع بمذاقها ولكن لتحويلها إلى لوحات فنية. الفنان يقول إن اهتمامه بنوعية الغذاء الذي نأكله في عصرنا الحالي هو الدافع الأساسي وراء هذا المعرض. أنا واقعي، صوري تظهر أشياء واقعية لكنها تظهر أيضا ما يجري وراء الكواليس. المعرض تطلب 4 سنوات من العمل، تبدلت خلالها نظرة الفنان مايكل شميد إلى الأكل. أنا وزوجتي، أو بالأحرى زوجتي، تحب الطبخ وتحضير الأطباق الشهية، لكن نظرتي حول الأكل تغيرت. اليوم يجب أن نكون يقظين حتى نحصل على غذاء جيد. لاحظوا مثلا أن اللحم الطازج أطيب بكثير من اللحم المخزن. معرض الفنان مايكل شميد يتواصل في برلين حتى بداية شهر أفريل المقبل.